بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إبيتي لا ديفيزيون ولا تتفرقوا فيه. هذاك علاش قلنا ليس هناك دين مقبول إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. الآخرين سون دي سالو دو بوليتيس. هذا كل حجر من الله. دونك يمن بإلهين، إله الأب وإله الإبن. والآخرين يمنوا هذا بالتثليث. وقلنا التثليث ما لا كما تقول انت أبرز تقسيم أهل الكتاب النصرانيين إلى ثلاثة أقانيم ولا ثلاثة طرق حزبية شيطانية. الكاثوليكون ربما أخطر هؤلاء الثلاثة، والبروتستان ربما حاولوا الإصلاح نجحوا ولم ينجحوا، وبعد الأرثوذكس اللي يدعون اللي الحقيقة عندهم من دون الآخرين. نسأل الله السلامة.